يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل السنة في الصلاة على الميت في المقبرة أن تكون قبل وضعه في القبر أو تكون بعد الدفن؟ ما دام أنه لم يدفن صلى عليه قبل وضعه في القبر، أما إذا وضع في القبر فلا يخرج من أجل أن يصلى عليه، بل يدفن ويصلى عليه على القبر. أما ما دام أنه ما نزل إلى القبر يصلى عليه خارج القبر.